أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل أن يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاء ك
كان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله.